الحمد لله رب العالمين. طبعا كل اللي حصل ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ان وصلنا للموسم كويس من بدايته لاخره. ربنا كرمنا بنتائج كويسه وارقام كمان عملناها، الحمد لله بنشكر ربنا على كل كده. طبعا لما انت تتعب وتعمل اللي عليك، تبذل جهد، تلاقي ربنا بيكرمك بيوسع لك. فالحمد لله ربنا كرمنا بموسم كويس، والقطاع ماشي بخطى كويسة جدا، فبالتالي هتلاقي أمور ماشية على حسب ما أنت خطط. وجود دكتور أبو المجد كرئيس القطاع كان إضافة كبيرة فعلا. هو لما جه كان سنة اللي فات كان أمور مش كويسة فعلا، زي ما أنت شايف عمر فاروق، أنت كنت معانا عارف كل حاجة. فهو غير حاجات كتيرة جدا، عمل خطة وماشي عليها واستراتيجية اللي هو حطها، ونتمنى إن شاء الله حاجات دي نكملها. وفعلا في تغييرات ملاعب، زي ما أنت شايف أحسن سنة أنا شفت الملاعب، يعني من 5 سنين ما شفتش ملاعب بالشكل ده. والمطعم برضو أمور تحسن، واللعيبة حسوا فعلا في دعم كبير، واستراحة طعم اللعيبة برضو حسوا بتغييرات كتيرة جدا، واللبس طبعا الحمد لله، يعني كل حاجات في التحسن. فدي أول سنة، ممكن يكون بعد كده له حاجات تانية يقدمها كتير كتير وكتير. نشكره على دعمه لنا لفرقتنا 2001، كان هو كابتن خالد غادلة في ظهرنا على طول، أي حاجة نطلبها بيعملها لنا، واقف في ظهرنا، عملنا سبورت جامد جدا. وبالتالي ده أي حد يلاقي دعم زي كده هتلاقيه بيعدي بشكل كويس. فهو الحمد لله دعمنا وعملنا نتائج كويسة جدا، مش احنا بس، يعني تكلم السنة اللي فات خلصت الموسم من غير ولا بطولة، الحمد لله بشغله بترتيباته وصلنا 3 بطولات فوق وبطولتين تحت، يعني بتكلم في 5 بطولات في الموسم.